بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. المتسابق محمد زكريا من بنغلاديش شارك في الفرع الثاني. صدق الله العظيم القائل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا ومن جوار الكعبة المشرفة ومن مكة المكرمة، بلاد التوحيد، قبلة المسلمين، المملكة العربية السعودية، نرحب بكم أجمل ترحيب من أرض الحرمين الشريفين. مليكنا خادم للحرمين الشريفين، وكلنا في خدمة الإسلام والمسلمين.
تبرز نت رسوله خير هدى لنا، لأن هذه الدولة والحمد لله قامت على الكتاب والسنة، ونحن أهم منطقة عندنا كما قلت وأكرر قبلة المسلمين ومهجر رسول الله، والحمد لله نحن كلنا قدام الحرمين. برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ومتابعة ودعم من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ترحب بكم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الدورة 41 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في رحاب المسجد الحرام. الترحيب موصول بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ابن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، راعي حفلنا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين. فأهلا وسهلا بالجميع في ليلة التكريم لأهل القرآن الكريم. أيها الحفل الكريم، إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، إن هذه المسابقة المباركة التي جمعت فضل الزمان والمكان والرسالة والمناسبة أشرقت شمسها قبل 41 عاما، يتسابق فيها أهل القرآن الكريم من جميع القارات، فهي أول مسابقة قرآنية في الحفظ في العالم، وتحظى باهتمام ورعاية ومتابعة من قيادات هذه الأرض المباركة المملكة العربية السعودية على مر 4 عقود مضت من عمر هذه المسابقة. والآن مع هذا العرض المرئي عن هذه المسابقة. الله أكبر. 41 عاما ومملكة الخير والعطاء تفتح أبوابها لحفاظ كتاب الله من كل بقاع الأرض. 41 عاما وحفاظ كتاب الله من كافة أنحاء العالم يتنافسون في حفظ كتاب الله في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وهم يحملون في قلوبهم الفرح والشوق بهذه المسابقة والتي تقام في جنبات الحرم المكي الشريف. عندما سمعت أن الولد إذا يحفظ القرآن يتوج والداه يوم القيامة فقد رغبت في حفظ القرآن الكريم، فلذلك قد حفظت القرآن الكريم كاملا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ولاهتمام ملوك المملكة العربية السعودية بهذه المسابقة الكبرى حملت اسم المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة، فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحظى برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ويأتي تطور المسابقة مواكبا لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله، وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ يحفظه الله. لما كنت صغيرا 5 من العمر في إحدى الترشيحات المسابقة قبل الترشيح النهائي، كان والدي من المحكمين في المسابقة، ويوما أقيمت المسابقة في محافظتنا وحملني على كتفه أخذني إلى المقر المسابقة. لما ذهبت هناك فرأيت طفلة يعني واحدة كده صغيرة تقرأ القرآن يعني بإبداع عجيب يعني، فاشتاقت نفسي لحفظ القرآن الكريم
وقلت لوالدي بعدما عاد، قال ولم لا يا ابن أبي، انطلاقا لهذا اليوم بدأ يحفزني سورة الفاتحة، وحتى ختمنا القرآن والحمد لله. بهذا أقول إن هذه الجائزة لعبت دورا كبيرا في حفظ القرآن الكريم، وأنا والله أشكر الله وأحمد الله أولا ثم ثانيا أشكر هذه الجائزة. وهذا العام استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 146 متسابقا يمثلون 103 دول بكل حفاوة وتكريم، وهو أعلى عدد من الدول تشارك في المسابقة منذ انطلاقها قبل 41 عاما. وشارك في التحكيم بين هؤلاء المتسابقين ثلة من العلماء ذو الاختصاص والخبرة من كافة أنحاء العالم. هذه المسابقة من أحسن المسابقات الدولية التي تمر بالعالم الإسلامي بين الحين والآخر، وإنا لنرجو الله أن تكون كل المتسابقين ذو حظوظ وافرة. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المسابقة ما شاء الله غاية في التنظيم والترتيب، وأشرف ما فيها أن التنافس فيها كانت بين أرجاء بيت الله الحرام وبجوار بيته العتيق، والمنافسة ما شاء الله حامية الوطيس، المتسابقون ضابطون متقنون حافظون، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير للجميع. هذه المسابقة في هذا العام خطت خطوات سريعة جدا في النجاح، وذلك بأن تيسر النجاح في جعل منصة التحكيم التي نراها منصة إلكترونية بعد أن كانت ورقية، طبقت ولله الحمد في التصفيات الأولية التي سبقت التصفيات النهائية، ونجحت أيما نجاح، ولله الحمد اليوم بدأنا بها فعليا في التصفيات النهائية وقد أثمرت ولله الحمد. المنصة أبهرتني، فقد حكمت مسابقات دولية خارج المملكة وداخلها وكانت إلكترونية في بعضها، ولكن هذه المنصة لم يعني أسبق أن يعني رأيت مثلها. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. مسابقة جيدة ومليئة بالمعلومات وجوائزها قيمة الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر القائمين عليها ونسأل الله لهم التوفيق في كل خير. أول مرة أزور هذا المكان والحمد لله، رأينا تاريخ الحمد لله تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم وأشياء كثيرة الحمد لله على هذه النعمة. رب اجعل هذا البلد آمنا سخاء مطمئنا واحفظها يا رب. واليوم تزف مملكة الخير والعطاء 12 فائزا بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 41. نحن فزنا لتواجدنا في أطهر بقاع الأرض. ما لاقيناه من حفاوة هو تكريم لنا. الحمد لله تحقق حلمي. شكرا مملكة العطاء والخير. كلنا فائزون. أشكر خادم الحرمين الشريفين على المشاركة في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. جهود تذكر فتشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أيها الحفل الكريم، عن مشاعرهم، عن سرورهم، عن فرحتهم بهذه المشاركة يتحدثون من خلال هذه الكلمة، كلمة المتسابقين، يلقيها إبراهيم بن محمد الخلف مرشح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، شارك في الفرع الثالث. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ابن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، راعي حفلنا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأيده، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أصدقائي المتسابقين، ضيوفنا الكرام، حفلنا المبارك. نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي اليوم في ختام مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 41، لقاء يجمعنا فيه كتاب الله عز وجل، فكم نهلنا من معينه. ونحن في عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إلى القرآن، نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه، ونصلح أنفسنا ومجتمعاتنا على هديه، ونقيم مناهج حياتنا على أسسه ومبادئه وتوجيهاته. حفلنا الكريم إن مشاعري ومشاعر أحبتي متسابقين مليئة بالحب والفخر لهذه البلاد التي احتضنتنا، المملكة العربية السعودية. 146 متسابقة كلهم فازوا، 103 دول كلها شرفت بالمشاركة والتنافس في أكبر تظاهرة قرآنية على وجه الأرض، مسابقة ليست كالمسابقات في أشرف البقاع، وتحمل اسم أنبل الملوك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. حفلنا الكريم، لقد خضنا منافسات قرآنية في بلادنا لنصل إلى هنا، وقد وصلنا، بل إن بعض المتسابقين منذ بلغ 5 سنين وهو يحلم أن يشارك في هذه المسابقة حتى حقق الله له هذه الأمنية، وها هو يشارك معنا السنة. كذلك من المتسابقين من كان حلمه القدوم لهذه البلاد الطاهرة لأداء العمرة، وقد قدم، ثم تنافسنا تنافسا شريفا في التصفيات الأولية، وكنا نراجع حفظنا ليلا ونهارا، فمنا من وفق في التصفيات النهائية فزادت المنافسة، وشرعنا في التصفية النهائية في المسجد الحرام أول بيت وضع للناس. فلا تسأل عن مشاعرنا ونحن نتلو كتاب الله في أطهر بقعة من بقاع الأرض. الكلمات لا تسعفنا والوصف يعجز عنه اللسان. شرف وأي شرف، شرف وأي شرف، مشاعرنا مختلطة بين الفرح والرهبة، ففرحتنا اليوم نحن المتسابقون لا توصف، ونحن نحتفل بتتويج 12 فائزا، فهنيئا لنا جميعا، فكلنا فائزون. فإلى أخي حافظ كتاب الله أقول: لقد من الله عليك واصطفاك من بين خلقه لحمل كتابه حفظا ومدارسة، فليكن هو حياتك، فبه سترقى الجنان بإذن الله تعالى. وكما تسابقنا في الدنيا على حفظه والعمل به، سيكون سباقنا في الآخرة في درجات الجنان. وأختم بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على اهتمامهما ودعمهما ليجتمع شمل أبناء الأمة الإسلامية في رحاب بيت الله العتيق للتنافس على حفظ كتاب الله الكريم. وإلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ومعالي نائب الوزير الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، والأمين العام للمسابقة الشيخ سليمان بن فهد الخميس، وأحبتي موظفي الوزارة الموقرة، ولأعضاء لجنة التحكيم الموقرة التي استمعت لتلاوات المتسابقين وقامت بتقييمهم توخياً للعدالة بينهم. نقول للجميع شكراً من الأعماق على حسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن المعاملة، شكراً للتشجيع والعناية والحفاوة، فكل ذلك هو محل اعتزاز وتقدير للمشاركين. فما رأينا إلا ما تسر به الأعين وتسعد به الآذان،
الجميع يتسابق لخدمتنا، فأسعدكم الله كما أسعدتمونا، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. سمو الأمير، أيها الحفل الكريم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، آيات من الذكر الحكيم يرتل رواية خلف عن حمزة. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أيها الحفل الكريم، الكلمة الآن لمعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي أعطى المسابقة جل اهتمامه وعنايته وحرصه على نجاحها، يتحدث إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة المكرمة، راعي حفلنا هذا نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز أيده الله، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أبنائي المتسابقين، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة 13 من شهر الله المحرم
من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مهبط الوحي ومهوى الأفئدة وقبلة المسلمين، وأطهر البقاع المسجد الحرام، وفي هذا الحفل البهيج لهذه المسابقة الكبرى، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 41 التي يرعاها مولاي خادم الحرمين الشريفين، تقديراً منه أيده الله للقرآن العظيم وأهله. أرحب بكم جميعاً ترحيباً يليق بشرف الزمان والمكان والمناسبة. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن الله عز وجل يقيض لهذه الأمة في كل زمان من يحفظ عليها أمر دينها، فمنذ صدر الإسلام والأمة تعنى بالقرآن الكريم حفظاً ومدارسةً وفهماً وتفسيراً وتعلماً وتعليماً. وفي هذا الزمان هيأ الله لهذا الشرف العظيم ولحفظ كتابه في السطور وفي الصدور ولاة أمر هذه البلاد المباركة. منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وتبعه أبناؤه البررة من بعده، إلى العهد الزاهر عهد الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله ورعاه، وولي عهده القوي الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأدام توفيقه. الحفل الكريم. وفي هذه الليلة تقيم وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية هذا الحفل لكوكبة من أهل القرآن الكريم يمثلون 100 دولة و3 دول. أتوا من أصقاع المعمورة يحملون في صدورهم كتاب الله عز وجل، ويتنافسون في إتقانه وحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره في مسابقة دولية كبيرة تحمل اسم رجل عظيم قدم للأمة الإسلامية والعالم أجمع الشيء الكثير، الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لقد جمعت المسابقة في دورته هذه 41 نخبة من أبناء الأمة الإسلامية في رحاب المسجد الحرام، وعددهم 146 متسابقاً، واستمع إلى تلاوتهم وحكمها ثلة من أصحاب الفضيلة ذوي الاختصاص والخبرة من عدد من دول العالم. وإن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتفخر بأن نظمت هذه المسابقة وسخرت لها طاقاتها البشرية وجميع إمكاناتها خدمةً للمتسابقين ومرافقيهم والضيوف الكرام، فاعتنت بحسن مفادتهم وهيأت لهم الإقامة بجوار المسجد الحرام، ونظمت لهم عدداً من البرامج والزيارات المتنوعة، ورعتهم في ضيافتها بأجواء إيمانية، كل ذلك إجلالاً لأهل القرآن وبدعم من القيادة الطيبة المباركة لهذا البلد الأمين. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم أحق الناس بالإكرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه.
وفي الختام أتقدم بالدعاء والشكر والثناء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز أيده الله وسموه ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله على ما يقدمانه من خدمة للإسلام والمسلمين، ومن ذلك الدعم الكبير لهذه المسابقة الذي تجده هذه الوزارة منهم. وأتوجه بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إبراز هذا المحفل العالمي بالمظهر المشرق البديع، وعلى رأسهم راعي حفلنا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة. كما أقدم الشكر لجميع الجهات الأمنية والمدنية المتعاونة التي أسهمت في نجاح هذه المسابقة، والشكر للمشايخ الفضلاء أعضاء لجنة التحكيم الذين بذلوا جهدهم لتمييز الأبرز من هؤلاء الحفظة. كما أشكر جميع المتسابقين وكل من شرف هذا الحفل المبارك من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة وسائر الحضور. كما لا يفوتني أن أشكر زملائي وإخواني منسوبي الوزارة الذين بذلوا جهداً مشكوراً لإقامة هذه المسابقة وتنفيذها وفق خطط محكمة وتنظيم دقيق، سائلاً الله للجميع القبول والثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الكلمة الضافية. صاحب السمو الحفل الكريم، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. آيات بينات برواية ورش يتلوها المتسابق أحمد محمد الصابر علي من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا، مشارك في الفرع الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا
وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. والآن أيها الحفل الكريم، يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ومعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، حيث حان الآن موعد التكريم. حيث ندعو لجنة التحكيم في المسابقة للسلام على راعي الحفل في هذه الليلة المباركة، الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد برهج العتيبي، عضو هيئة التدريس في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الإمام الشيخ عبد الله بن أحمد الفقيه، محاضر في قسم القراءات بجامعة أم القرى. وبالنسبة لتكريم الفائزين، الفرع الأول مجاهد فيصل عوض الردادي، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، بجائزة مقدارها 250,000 ريال. الثاني في الفرع الأول خير الدين أحمد محمد بالقاسم من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، 200,000 ريال. الثالث موسى محمد علي عوض مدفع من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والتوطين، 150,000 ريال. الفرع الثاني مقدار الجائزة 120,000 ريال. الثاني أحمد محمد حسن حسن، مؤسسة أبو بكر الصديق في أمريكا، 100,000 ريال. الثالث أحمد جار الله عبد الرحمن الجبوري من ديوان الوقف السني في العراق، 80,000 ريال. الفرع الثالث الأول عبد السيد سليمان صالح الماعون، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا، 60,000 ريال. الثاني محمد شهاب الله من وزارة الشؤون الدينية في بنغلاديش، 50,000 ريال. الثالث الحسان أحمد سودار منتو وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، 45,000 ريال. الفرع الرابع الأول علي حمادي بتر الله، جمعية إسلام ملغاش مدغشقر، 40,000 ريال. الثاني معاذ شكري ميرة من جمعية حفظ القرآن الكريم في تايلاند، 30,000 ريال. والثالث في الفرع الرابع محمد علي مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية في البرازيل، 20,000 ريال. جزاكم الله خير الجزاء صاحب السمو، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. والآن صورة تذكارية مع المتسابقين. شكراً لكم سمو الأمير، وجعل ذلكم وتلك الرعاية والحضور في موازين حسناتكم. ونسأل الله عز وجل
أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.